الرئيس السيسي يؤكد أن ما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات السبع الماضية جاء نتيجة الكثير من العمل والإنفاق. مدبولي يؤكد أن التوسع في التطعيم وتوفير اللقاحات المضادة لكورونا أسهم في تخفيض أعداد المترددين على مستشفيات العاجل. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة المتحور أوميكرون مع تفاقم الإصابات به حول العالم. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة على شاشة قناة النيل. افتتح الرئيس السيسي أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا كيما 2 بمحافظة أسوان، إلى جانب افتتاح مدينة أسوان الجديدة ضمن سلسلة المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس في أسبوع الصعيد. وأكد الرئيس السيسي أن ما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات السبع الماضية جاء نتيجة الكثير من العمل والإنفاق. هنا صعيد مصر، قلبها النابض بالخير والعطاء، وضعته القيادة السياسية في بؤرة استراتيجيتها لعام 2030 لتزدهر الحياة في ربوعه ولينهض بدوره في دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة. في أسبوع الصعيد قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح سلسلة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات بجميع محافظاته ومدنه. من أسيوط عاصمة الصعيد بدأت أولى جولة السيد الرئيس بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وافتتاح 11 محطة للمياه، منها محطات لتنقية مياه الشرب وأخرى للصرف الصحي. كما تم افتتاح 8 مستشفيات مجهزة لأحدث وسائل الرعاية الصحية المتكاملة لخدمة أهالي الصعيد. أنا عايز أقول لأهلنا في الصعيد وللمصريين اللي بيسمعونا، ما تم إنجازه في السنين السبعة اللي فاتوا دول ده يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق عشان يحقق أحلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنمية والخدمات والبنية الأساسية والتعليم وكل ما بنتمناه لمصر. وإلى قنا انتقلت رحلة التنمية والنماء، فتم افتتاح 5 مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق تحدث تكاملا صناعيا واقتصاديا. كما تم افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والمحاور النيلية لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي. النموذج اللي بنعمله هو محاولة مننا ان احنا نعمل نموذج متكامل قابل للنجاح في ظل التطور اللي حصل مش في مصر، في الدنيا كلها. احنا كلنا اللي شايفين ان المصلحة ان البلد دي تطلع قدام وان الناس تشتغل وان الناس تكبر وان الناس تغنى. في تشكى الخير ملحمة تشبه المعجزات، أكبر مشروع استصلاح زراعي وأحدث المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة الحياة إليها. يستهدف المشروع استصلاح وزراعة 450 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية والاستراتيجية. اللي بنعمله ده المستحيل. كل مشروع من دول وأنا ما ببالغش عشان إحنا اللي قائمين عليه، لا والله قيموا كلامه، بس هو ده اللي بيتعمل في سيناء ده سد عالي، اللي بيتعمل هنا في مستقبل مصر ده سد عالي، اللي بيتعمل في تشكى ده سد عالي. نفضل نعمل كده في بلدنا لغاية لما يعني نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ويبقى عملنا اللي علينا قدام ربنا سبحانه وتعالى. ومن أسوان أرض الشمس الساطعة والحضارة الخالدة، تم افتتاح أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية على مستوى العالم، حديقة بنبان للطاقة الشمسية.
وتعمل المحطة على تزويد محافظة أسوان بالطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مشروعات الطاقة الكهربائية بمحافظات الصعيد. العرض بتاع الأسبوع بتاع الصعيد اللي احنا قلناه كان الهدف منه ان احنا حبينا نقول للناس، الإعلام، أهالي الصعيد، حجم الجهد المبذول وحجم التكلفة المالية اللي الدولة حطتها، وده مش من ده شغلنا واحنا بنعمله، وما عملناهوش نبقى ايه مقصرين. وفي ختام أسبوع الصعيد قام سيادة الرئيس بافتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما أسوان. بتكلم في ان البلد تعيش وتكبر وتبقى المصانع اللي موجودة دي عبارة عن أداة في الاقتصاد وأداة في رفاهية المجتمع. المواطن عايز المصلحة، عايز مصلحة بلده، واستحمل معانا السبع سنين اللي فاتوا إجراءات صعبة جدا جدا، لأنه هو حس بفطرته وبذكائه إن فعلا في محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمسارها. كما تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمحطة قطارات أسوان التي تعتبر واجهة لمصر أمام السائحين من مختلف دول العالم. وقام الرئيس بافتتاح عدد من المدن السكنية الجديدة. من بينها أول مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع بصعيد مصر، مدينة أسوان الجديدة، والتي تضم عدداً من الوحدات السكنية المميزة كاملة المرافق ومستلزمات الحياة العصرية المتقدمة. حضرتك كده تهل علينا، بيهل علينا الخير والبركة عشان حضرتك طيب القلب، أب كريم، أخ رحيم. بشكر حضرتك على كل حاجة جميلة اللي عملتها لنا في بلدنا. أنا فخورة فخورة جدا بحضرتك. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور سيد، كيف تثمن اهتمام الرئيس السيسي بتنمية الصعيد بعد يعني سنوات طويلة عانى فيها الصعيد من الإهمال؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين يا فندم. أهلا بك. طبعا صعيد مصر كان يعاني في الفترات السابقة من الإهمال والتهميش الشديد، ويمكن ده كان بيؤثر بشكل كبير جدا على الهجرة المستمرة من الصعيد إلى الأماكن الأخرى وخصوصا القاهرة الكبرى، وده بسبب عدم وجود خدمات وتدني مستوى الخدمات والبنية التحتية بشكل كبير في الصعيد، وده كان يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في الصعيد. لكن يمكن استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجعل من الصعيد أن يكون قاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر لما يمتلكه صعيد مصر من العديد من الموارد الطبيعية، وكيفية تعظيم الاستفادة من تلك الموارد من خلال إنشاء بنية تحتية قوية، وده استثمار مهم جدا الهدف منه خلق حياة كريمة للمواطن المصري، وده هو ما تسعى إليه الحكومة المصرية في تحسين مستوى الخدمات على الشكل الكامل.
طيب كيف يمكن للمشروعات أو التنمية التي تم تدشينها في الصعيد في أن تكون قيمة مضافة للاقتصاد المصري؟ ما الذي تضيفه إلى الاقتصاد المصري في الفترة القادمة؟ طبعا هيكون في تعظيم لتلك الموارد الحيوية، ويمكن احنا الصعيد عندنا في تنوع في العديد من القطاعات وخصوصا قطاع السياحة، وده قطاع حيوي جدا في تدفق عملة النقد الأجنبي. ويمكن مصر كان في الصعيد لديها استثمارات ضخمة خلال الفترة الأخيرة، وده هيساعد طبعا على فتح آفاق استثمارية. يمكن كل المشروعات الحيوية اللي هتتم في العديد من القطاعات، سواء قطاع البنية التحتية أو قطاع الإنتاج الزراعي أو قطاع الإنتاج الحيواني، ده هيساعد على فتح آفاق للشركات، هيساعد على انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير. كمان هيكون في دعم كامل للمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم من خلال استكمال مشروع حياة كريمة، وده إن شاء الله هيخلق عائد كبير جدا على التنمية الاقتصادية. وأنا أرى إن صعيد مصر هيكون له دور كبير في رسم خريطة التنمية الاقتصادية المصرية، وده هيساعد على ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء على الوضع الكامل في مصر أو على الصعيد، في تقليل وانخفاض نسبة الهجرة، في انخفاض نسبة البطالة في صعيد مصر، كمان تحسن أداء مستوى الخدمات على سواء المستويات في البنية التحتية أو مياه الشرب أو الغاز الطبيعي. كل الخدمات دي هتساعد على التنمية الصعيد، التنمية الشاملة الفترة القادمة. شكرا جزيلا دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي على هذه المشاركة. وجه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الشكر للرئيس السيسي الذي وضع ملف التنمية في صعيد مصر ووفر الخدمات الأساسية لمواطنيه على أجندة أولويات العمل، واصفا أسبوع الصعيد بالتاريخي. كذلك خلال اكتمال الأسبوعي للحكومة الذي استعرض تقريرا حول موقف فيروس كورونا محليا وعالميا، وأظهر استهلاك 55.6 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، مشيرا لتوفر 34.3 مليون جرعة. وأكد مدبولي أن التوسع في التطعيم وتوفير اللقاحات أسهم في تخفيض أعداد المترددين على مستشفيات العزل. كما استعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي تقريرا حول حالة الطقس حتى 2 يناير القادم، توقع فيه سقوط أمطار غزيرة الجمعة على عدد من المحافظات، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر لتجنب الأضرار. بعث رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع 5 اتفاقيات تعاون ثلاثية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة ديل تكنولوجيز في مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة القاهرة وعين شمس والألمانية والأمريكية لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. وفقا للاتفاقية ستتعاون جميع الأطراف في إقامة مبادرات لبناء القدرات في الجامعات الموقعة على الاتفاقية، تشمل تدريبا على الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعرض دراسات الحالة على الطلاب في الجامعات. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم تنظيم نموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، والذي يعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير القادم في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي. تقدم 5000 شاب وشابة بطلب المشاركة في النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى، وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب في دول العالم. ويعقد نموذج المحاكاة في النسخة الرابعة من المنتدى التي تحمل شعار عنوان
أو تحمل عنوان تداعيات جائحة كورونا على إعمال الحق في الصحة، وذلك لخلق حالة من الحوار البناء. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت مؤسسة حياة كريمة اليوم قافلة طبية لأهالي قرية غرب سهيل في أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان. جاء ذلك استجابة لمطالب أهالي قرية بني سهيل بحاجتهم لقوافل طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث تم على الفور التنسيق للقافلة الطبية المتخصصة في الرمد من اليوم وتستمر ليومين، وتوفر القافلة الكشف المجاني من قبل أساتذة الرمد وتوفير الأدوية اللازمة وتحويل الحالات لاستكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة بالمجان. تحت شعار بكرة أحلى، احتفل متحف القوات الجوية بالعام الجديد بمشاركة مجموعة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة والأيتام. وشملت الاحتفالية العديدة من العروض الفنية التي تهدف لبث روح الأمل والتفاؤل لدى الشباب بحضور قيادات من المجتمع المدني ومجلس النواب. ما تقولش إيدتنا مصر ونقول حندي أهل مصر، ما تقولش إيدتنا مصر ونقول حندي أهل مصر يا حبايب مصر. هم دائما طاقة أمل، نورها ينشر السعادة على الجميع، ومهاراتهم ربما تفوق الكثير لكن دائما في حاجة إلى التشجيع. وفي متحف القوات الجوية ووسط أجواء مبهجة انطلقت احتفالية بكرة أحلى وسط مجموعة من ذوي الهمم والأيتام والقادرون باختلاف ومن الناجين من الحروق ومن كبار السن ومرضى السرطان. وده طبعا حرص متحف القوات الجويه ان مش بس يكون متحف بيضم معروضات بتتكلم عن تاريخ القوات الجويه، لا احنا لازم يكون لنا دور مجتمعي ومشاركه فعاله في كل الاحداث والمناسبات الاجتماعيه. طبعا اهتمام القياده السياسيه ببناء الانسان والاهتمام في الجمهوريه الجديده، قد ايه كل بني ادم بياخد حقه ان هو يبقى ليه فرص احسن، ان هو يحصل على حياه معيشيه افضل. شملت الاحتفالية العديد من العروض الفنية التي قدمها ذوي الهمم في مشهد يبرز مهاراتهم المختلفة. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. اهتمام القيادة السياسية خلى كل الشعب يتجه ويشوف ووجهت الأنظار لأولادنا بشكل راقي ومشرف، وإنهم كمان يقدروا يعملوا حاجة. رئيس عبد الفتاح السيسي عمل معانا جهد كبير جدا جدا مع أولادنا ذو القدرات الخاصة، وكان عامل لنا الحفلة الأخيرة دي جميلة، وجميع الولاد طلبوه وحققوا لهم، وكان يوم جميل جدا وربنا يبارك لنا فيه ان هو عمل معانا الانجاز الكبير قوي ده. انا مبسوط جدا ان انا دخلته لتاني مره، بصراحه دي تاني مره ادخل المكان الجميل ده، بحبه قوي والله. تأتي الاحتفالية في إطار المشاركة المجتمعية للمتحف في المشروع القومي لبناء الإنسان وأهمية استيعاب ودمج جميع فئات المجتمع وترسيخ مبادئ المواطنة. دائما تثبت الدولة المصرية أنها خير سند لذوي الهمم والقدرات الخاصة، فهم هدية الإنسانية، وتأتي هذه الاحتفالات لتؤكد أنهم أسوياء ويملكون من الدافع ما يمكنهم من خدمة الوطن. من متحف القوات الجوية، محمد الخطيب، النيل. عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع وزير خارجية رواندا في مستهل زيارته الحالية للعاصمة كيغالي، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن التشاور والتنسيق حول القضايا القارية والدولية. كان وزير الخارجية قد توجه أمس إلى كيغالي ليشارك في فعاليات الاحتفال بوضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب في رواندا، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الروانديين. جدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيد في اتصالين هاتفيين أجراهما مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك للتهنئة بعيد استقلال السودان وبالعام الجديد. وجدد أبو الغيد التزام الجامعة بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان تعزيزا للسلام والاستقرار في البلاد، وأعرب عن ثقته في قدرة وحكمة القيادة السودانية
على علاج المشاغل والمشاكل المختلفة بما يحقق مصلحة السودان. دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة خلال الساعات 24 الماضية. أوضح التحالف اليوم أن الغارات استهدفت آليات للميليشيات في جبهة الصفراء، وأن الآليات المدمرة كانت تحمل أسلحة ثقيلة إلى جانب كميات من الذخائر، وقد دمرت خلال الاستهداف. وعن استهداف مطار عتق في شبوة، اتهم المتحدث باسم ألوية العمالقة الحوثيين بقصف المطار، وأكد أنه لا توجد أي خسائر كبرى. أدت حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الكويتية الجديدة اليمين أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم. عقب أدائها اليمين الدستورية، أكد ولي العهد أن الحكومة الجديدة أمامها مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب والتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن محادثات حكومته مع صندوق النقد الدولي تقترب من صيغة نهائية لمسودة اتفاق قبل نهاية فبراير القادم. الاتصال مع صندوق النقد، نحن بتواصل مع صندوق النقد، ونحن هلأ عم نقوم بالهومر بالفرض تاعنا، عم نقوم نحن نخلص شو اللي عنا إيه للجاي بحدود 15 كانون تاني الشهر القادم. حنصير في أول اجتماعات نحن وياه نعمل نوع من مراجعة على كل شيء نحن عملناه وهو اللي قبلين فيه وين حنوصل، وبعدها نرجع منكفي نحن شغلنا، بيرجع بيجي مرة تانية يمكن آخر الشهر أو أول شهر اثنين لحتى نوضع الصيغة النهائية للاتفاق معه، وساعتها نحن حنعلن للبنانيين شو الواقع اللي نحن عنا إيه. وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بالمتواضعة، حيث إن أي تقدم تحقق لا يرقى إلى خطى إيران النووية المتسارعة على حد وصفه. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الجانب الأوروبي المتمثل في فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات التي استؤنفت الاثنين الماضي. وفي المقابل عبرت إيران وروسيا عن تفاؤلهما إزاء المحادثات والتي تأتي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن توصل لاتفاق بات ممكنا إذا أبدت الأطراف الأخرى حسن النية. ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم لأكثر من 282 مليون و 840 ألف حالة. وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت أكثر من 5,414,000 حالة. تصدرت الولايات المتحدة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الفيروس، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها أكثر من 53 مليون حالة، في حين تجاوزت الهند 34.8 مليون حالة، لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بحوالي 22.2 مليون حالة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون مثير للقلق، وأكد أن هناك أدلة تثبت أن أوميكرون يمكنه الانتشار بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بالمتحور دلتا. مع تفشي المتحور أوميكرون، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الخطورة التي يمثلها أوميكرون لا تزال عالية جدا، وقد تشكل ضغطا على الأنظمة الصحية في وقت تسجل العديد من دول العالم أعدادا قياسية للإصابات بكوفيد على إثر المتحور شديد العدوى.
وارتفع عدد الإصابات بالوباء بنسبة 11% عالميا الأسبوع الماضي، ما وضع حكومات من الصين إلى ألمانيا وفرنسا أمام معضلة الموازنة بين قيود الحد من انتشار الفيروس والحاجة لإبقاء الاقتصادات والمجتمعات مفتوحة. وفي استراليا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، ما أجبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على أن يحدد موعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الوطني. وقفزت الإصابات الجديدة في سيدني والأجزاء المحيطة بولاية نيو ساوث ويلز إلى أكثر من 11 ألف حالة، ارتفاعا من 6000 اليوم السابق. وسجلت ولاية فيكتوريا أيضا رقما قياسيا بلغ 3700 حالة، بزيادة أكثر من 100 حالة عن الرقم القياسي السابق. لدينا عدد ضئيل من الحالات في غرب استراليا، ولدينا الوقت للعمل وإلقاء نظرة على ما يحدث في ولايات أخرى، لا سيما في نيو ساوث ويلز، فإنها تقطع وتتغير من يوم لآخر، تتغير قواعدهم أثناء محاولتهم التعامل مع ما يحدث. نأمل أن نضع في اعتبارنا أن كوفيد لا يمكن التنبؤ به، نحن نضع القواعد التي ستبنى على أفضل الممارسات وأفضل الخبرات والتي ستصمد أمام اختبار الزمن. وفي الهند ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 9195 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34,808,886 حالة. وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 302 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد. بينما تظهر الهند بعض المؤشرات على الوعي المتجدد والاهتمام بالاستجابة لمتغير أوميكرون، هناك اهتمام بزيادة تغطية التطعيم واختبار نقطة الدخول، ومع الاهتمام بتغيرات كوفيد 19 هناك مساحة للتحسن في التعامل مع الفيروس. وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في حجم الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث بلغت 441,278 حالة جديدة. ونتيجة لهذه الزيادة ارتفع المتوسط اليومي إلى أكثر من 240 ألف حالة يوميا، ويمثل ذلك واقعا مؤلما بأن متحور أوميكرون أثبت أنه الأكثر قدرة على الانتشار بالمقارنة بسائر السلالات المتحورة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. قررت كوريا الجنوبية تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب للإقامة قصيرة الأمد من 11 دولة إفريقية لمدة 4 أسابيع أخرى حتى 3 فبراير لمنع تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. وقالت حكومة سيول إنها اتخذت هذا القرار جراء الارتفاع المستمر في الإصابة بأوميكرون وإمكانية زيادة حالات الإصابة من الخارج خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وغيرها. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور شريف حتى، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي. دكتور شريف، يعني ما هو الموقف بالنسبة لأوميكرون الذي يعني أثبتت آخر التقارير الطبية أن لديه قدرة مضاعفة على الانتشار أكثر من فيروس كورونا ذاته؟ مساء الخير على حضرتك وأستاذ المشاهدين. هو طبعا زي ما قلنا في بداية اكتشافه أنه طريقة التعامل الفيروس نفسه مع خلايا الجسم هي اللي بتزود من سرعة انتشاره، ألا وهي أن التغير اللي حاصل التحور حصل في الشوكة البروتينية أو البروتين الشوكي اللي موجود على الغلاف الخارجي، فخلى فيه هناك سرعة في الانتشار، وبالتالي ده بيزود من الاحتياج إلى مزيد من الإجراءات الاحترازية وزيادة الإقبال على تلقي اللقاح. وأنا بؤكد على الإجراءات الاحترازية قبل كمان اللقاح، اللي هو أصبح أمر منتهي أنك أنت تتلقى اللقاح علشان تزود من الأجسام المضادة في الجسم للحماية من الإصابة. ولكن الإجراءات الاحترازية هي اللي بنقولها دايما ليه؟ لأن احنا بنقول خطورته في سرعة انتشاره. وبالتالي إذا أنت لو لبست الكمامة وبعدت على أماكن الازدحام والتزمت بغسيل الأيدي ونظافة الأسطح، ده بيقلل من فرصة الإصابة. طيب الإغلاق اللي بعض الدول بالفعل أقدمت عليه، الحد من حرية انتقال المسافرين بين الدول،
هل هذا قادر على يعني تقليل فرص الإصابة بمتحور أوميكرون؟ ما فيش كلام طبعا. أي إجراء بيتخذ، لأن الإجراءات الوقائية اللي بتتخذ دي بتبقى نابعة من إيه ومتخذة على أساس إيه؟ على أساس توصيات منظمة الصحة العالمية اللي جربت في عديد من الأزمنة الطرق الوقائية من الوباء، بيبقى من ضمنها وخصوصا لما يبقى الفيروس المتحور في دول معينة أكثر دون غيرها، لو انه اجراءات الحجر الصحي واجراءات الغلق بتجيب نتيجة كويسة في الحد على الاقل من دخول الحالات المصابة. فطبعا لا طبعا اجراء كويس جدا وهيقلل، طبعا مش هقدر اقول ما اقدرش اقول لك انه بيمنع 100%، مفيش الاجراءات الوقائيه ما بتمنعش 100%، لكن نعم. على الاقل بتقلل. وضحت الفكره دكتور شريف حتى استاذ الصحه العامه والطب الوقائي، شكرا جزيلا. بعد أخبار الاقتصاد في هذه النشرة، ارتفاع حصيلة قتل إطلاق النار في الولايات المتحدة إلى 5 أشخاص. انتقل الآن إلى زميلي محمد عبد الحكم، هذه الجولة من الأخبار الاقتصادية إليك محمد. شكرا نادين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: وزيرة التجارة تؤكد أن الناتج الصناعي يشكل حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن العام 2021 شهد تحقيق قفزات وطفرات غير مسبوقة في القطاع الصناعي على الرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا. وأوضحت الوزيرة أن انحياز الرئيس السيسي للصناعة المصرية قد ظهر جليا في توجيهات بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج. وأضافت الوزيرة أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية، وذلك خلال عام 2021 تمثلت في تحقيق معدل نمو صناعي بنسبة 6.5%، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي. أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق وتوفير فرص العمل من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنمية. وقال الوزير إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ب 176 مشروعا حتى الآن، وذلك في 47 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في نطاق 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى حوالي 8.7 مليار جنيه. سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على قطاع الموارد المائية والري، حيث وصلت قيمة استثمارات الوزارة خلال عام 2021 إلى 16 مليار جنيه. وأضاف المركز الإعلامي أن الاستثمارات بمشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه، واستغلال 6.2 مليار متر مكعب من المياه السطحية و 4.4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة. وبالنسبة لمشروعات تبطين المجاري المائية تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 3539 كيلومتر بمختلف المحافظات، كما تم الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 57 بئرا وتجهيز نحو 100 بئر بالطاقة الشمسية، وكذلك زراعة 330 ألف فدان بالمياه الجوفية ضمن جهود استصلاح الأراضي الصحراوية.
كشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق عن قيام البنك بإعادة هيكلة قروض الثروة الحيوانية للعملاء المنتظمين في السداد ممن حصلوا على قروض بنسب فوائد عالية خلال السنوات السابقة. وخلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب أكد فاروق أن البنك سيقوم بتخفيض نسبة الفائدة على مديوناتهم لحمايتهم من التعثر مستقبلا بشرط قيامهم بسداد 15% من قيمة القرض والباقي سيتم إعادة الجدولة. وأوضح رئيس البنك أن العملاء الذين ينطبق عليهم شروط إعادة الهيكلة سيتمكنون من الحصول على قروض بنسب فوائد تتراوح بين 8 و5% لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج. استعرض وزير الإسكان عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة دمياط الجديدة خلال عام 2021. وأضاف الوزير أن قطاع الإسكان بمدينة دمياط الجديدة شهد خلال العام الحالي الانتهاء من تنفيذ 1752 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وأشار إلى أنه جاري أيضا تنفيذ نحو 1080 وحدة أخرى وبلغ متوسط نسبة التنفيذ 90%. وأشار الوزير إلى أن خطة العام المالي 2021-2022 بمدينة دمياط الجديدة تقدر بحوالي 500 مليون جنيه، حيث تعمل أكثر من 30 شركة في مختلف المجالات بالمدينة وتوفر حوالي 8000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أعلنت وزارة التعاون الدولي عن جهود الوزارة خلال عام 2021 لتوطيد علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية ودفع رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميلتي دينا إبراهيم. إليك دينا. شكرا لك محمد. في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع عدد القتلى جراء إطلاق نار وقع في عدة مناطق في ولاية كولورادو إلى 5، ووقع الحدث في 4 مواقع مختلفة على الأقل في مدينتي دنفر وليكود، وقتلت امرأتان وأصيب رجل بجروح في أول موقع في دنفر بحسب الشرطة، فيما قتل رجل آخر بالرصاص خارج منزله. دخل المهاجم لاحقا إلى مركز للتسوق حيث قتل موظفة بإطلاق النار عليها، ثم حدث تبادل لإطلاق النار بين المهاجم وإحدى عناصر الشرطة أسفر عن إصابة الشرطية بجروح وقتل المهاجم. توفي زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد عن عمر ناهز 82 عاما. ومثل ديمقراطي ريد، وهو ملاكم هاون سابق، ولاية نيفادا في الكونغرس لأكثر من 3 عقود في كل من مجلسي النواب والشيوخ. وكان ريد الذي استخدم خبرته في الكونغرس لمساعدة أوباما على تمرير قانون الرعاية الصحية أوباما كير في مجلس الشيوخ، قد أصيب بسرطان البنكرياس عام 2018. بعد أخبار الرياضة أيضا في هذه النشرة، ارتفاع حصيلة الفيضانات في البرازيل إلى 21 قتيلا و63 ألف نازح. محمد عبد الحكم في الانتظار من جديد مع أخبار الرياضة. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة هطلت على ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل منذ نوفمبر الماضي إلى 21 قتيلا و63 ألف نازح. واعتبر حاكم الولاية الذي يشرف على عمليات الإنقاذ التي تنفذها أجهزة الولاية بالاشتراك مع الحكومة الفيدرالية وولايات أخرى، اعتبر تلك الفيضانات هي أكبر كارثة في تاريخ الولاية.
تواصل تساقط الثلوج بكثافة في عدة مناطق على ساحل بحر اليابان، ما تسبب في إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأخير خدمات القطارات، كما سجلت بلدة ميكويو الواقعة في مقاطعة نيجاتا وتعد من أشهر منتجعات التزلج، سجلت تساقط ثلوج بلغ أكثر من 100 سنتيمتر، وهو أعلى بمترين من الكمية التي تسجل عادة في فصل الشتاء. في ختام الجولة الإخبارية إلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة في العواصم العالمية. ختاما لهذه النشرة تذكير بالأنباء. الرئيس السيسي يؤكد أن ما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات السبع الماضية جاء نتيجة الكثير من العمل والإنفاق. مدبولي يؤكد أن التوسع في التطعيم وتوفير اللقاحات المضادة لكورونا أسهم في تخفيض أعداد المترددين على مستشفيات العزل. منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة المتحور أوميكرون مع تفاقم الإصابات به حول العالم. ختام النشر، إلى اللقاء.